بلادي يا 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 بلادي. زيارة هالمكان اللي احنا رايحين عليه ما بتخلى من الجاذبية، صحيح احنا رايحين لموئل للحيوانات المفترسة، بس انك تقرب منها بحاجة لشغف اكثر من انك تشوفها. فكرة انك تروح على محمية للحيوانات المفترسة منها عاش ظروف قاسية بسبب حروب دول الجوار، وهالحيوانات لاقت حالها بمأمن زي ما احنا شايفين على تلال محافظة جرش. فكرة غير مألوفة. طريقنا لهالمحمية اجتني مشاعر متضاربة بيها شوية رهبة، بس اللي احنا جايين عليه مغامرة بحد ذاتها تشويق. تعالوا معنا خلينا نشوف هالمحمية ونشوف جمال طبيعة عجلون وجرش بالتحديد. سلام الله عليك يا بلادي من الألف للنور، صباح الخير صباحك نادي عطره يملى الكون، صباحك يا وطن نسمات. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بمحمية الماوى. انتم الان موجودين في مركز الاستقبال، اذا بتحبوا انه نطلع جولتنا على موقع المحميه فوق. بس شو اللي بيميز اليوم جيتنا عندكم؟ في شيء مميز راح نسويه؟ اللي بيميز زيارتكم عندنا اليوم راحين تشاركونا وجبه الاطعام للحيوانات. اهلا وسهلا فيك. يلا على حر من الجمر زي ما يقولوها. يلا يلا تفضلوا. اهلا وسهلا. تفضلوا خلينا نبلش جولتنا وخلينا نستنى جماعة الرعاية تحت. وأهلا وسهلا فيكم. بقدر أصبع عليهم؟ آه طبعاً تقدر. أعطيه منك. من نمر 3 للعموم، أنا محمد فعوري من قناة رؤية، بحب أصبح عليكم جميعاً وإن شاء الله إحنا نكون خفاف عليكم. أبو الرواش ده بس بدنا تسولف لنا عن طبيعة النمر البنغالي. تمام. اللي هو أصغر حجم من السيبيري. من السيبيري، نعم صحيح. النمر البنغالي واحد من الأصناف المتنوعة جدا من أنواع القطط الكبيرة، وأشهرهم النمر اللي هو النمر السيبيري أولهم وأضخمهم النمر البنغالي، وزي ما قلت لك النمر جزيرة سومطرة بيختلف شوي رغم أنهم نفس العيلة. اختلاف النمر عن الأسد أنه حيوان انعزالي، ما بيعيش ما بيكون عائلة في البرية زي ما بيعمل الأسد. حيوان حذر جدا، بتخبى عن فريسته وما بيكون ظاهر بشكل واضح، ونوعا ما حيوان خجول ما بحب الناس الغريبين.
هسا احنا بطريقنا للدب الاسود الاسيوي. نعم. أبو الفعوري هذا زميلنا أرشد، تمام، شاب باكستاني أقدم حدا موجود في المحمية، وهو اللي على إيدين إحنا تمرسنا ما شاء الله عليه، عنده الخبرة الكافية ما شاء الله، 10 سنين في التعامل مع الحيوانات البرية. سيف، من وين جت فكرة المحمية؟ بالبداية أهلا وسهلا فيكم. عربيت. محمية الماور الطبيعة والبرية. فكرة المحمية إجت من سمو الأميرة عالية. سمو الأميرة عالية من الناس الفاعلين في العالم في رعاية الحيوان ومساعدة الحيوانات، تمام. فكان أول حيوان تم إنقاذه ومساعدته كانت موجود في حديقة في الأردن، عرفت عنه سمو الأميرة عالية هذا الكلام في 2010، فقررت مساعدته والحمد لله الحيوان بعد هيك صارت أمور تمام. فمن هناك اجت فكره مساعده الحيوانات وليش ما نكبر الموضوع ونحاول نساعد الحيوانات اللي كان الموجوده في الاردن اللي بدها مساعده او الحيوانات الموجوده خارج الاردن. يا اخوان، جمال المنطقه بحد ذاته قصه. صباح الخير، وين يا بلدنا، وين نلقى مثلك، وين. شفت محلى المشي بين الشجر سعد وسيف، هاي خليها تكون رساله للناس إنه قديش الشجر وجماليتها وقديش فائدتها، فمعلش الناس يعني تدير بالها عليها وتخفف تغطية وتخفف اعتداء وانتهاكات الأشجار، لأنه مش موجودة عبث، موجودة لسبب. جمال جمال جمال، طلع الألوان رئة، الألوان نفس الألوان. صدقاً أنا حبيت إنه يعني الناس تشوف هذا الشيء، عند رسالة دايماً إنه على المأوى أو على أي غابة. إيش الرسالة؟ إنه دير بالنا على الشجرة، وزي ما لقينا المكان مضيف تكون مضيف، عاملها مثل ولده بالنهاية. والله عامل الشجرة فعلا مثل ولده. طبعا والله طبعا بالنهاية أنت جيت لقيته مضيف، يا ريت تخلي للبعض. أكيد سلام الله عليك يا بلادي، عالجبل والواد باسمك يا وطننا النادي، أردن أحلى بلاد. سلام الله عليك يا بلادي، عالجبل والواد باسمك يا وطننا النادي، أردن أحلى بلاد. من نورك غزلنا شموس، بصيتك رفعنا الروس، وفوق الصعاب. طبعاً الطبيعة اللي شفتها بهالمحمية أنا نفسي حاسب حالي عليها. تعال خلينا نكمل ونشوف أجمل. عالمنا بسمانا فوق، صباح الخير، وين يا بلدنا، وين نلقى مثلك، وين بين الجفن والعين يا أردننا، أردننا. عبود طلع ما أحلى هالشجر. طبعاً إحنا بهالمنطقة بجرش فيها أكثر من نوع شجر، فيها شجر البلوط، وفيها شجر الجيجب، وفيها شجر السنوبر، وفيها شجر البطن، وفي شغلات أنا لسه مش عارفها. تعال شوفوا هالجمال. أكيد شمت هوانا ما تحلى إلا بصاجيتها، بس بحب أنوه على شغلة صغيرة، إنه ممنوع داخل المحمية إنك تولع نار، فإحنا طلعنا برا المحمية عشان نعمل الصاجية. بس بدي أساعد سعد بتوليع النار، الصاجية عليه. يا سعد الصاجية مالي بيها، الصاجية عندك، ودي أضوك صاجية أهل جرش. الله يسعدك، حيا ودوم. انت من اهل المنطقه، وزي ما اعرف عندك شغف
انك تروج مش بس لجرش، للمملكة الأردنية كاملة. تمام. سياحية. والله. وعندك مبادرة، حكينا شوي عن مبادرة وإيش سبب حبك بالموضوع. الله يخليك، الله يسلمك يا أخوي محمد. إحنا فعلا اليوم في محمية المأوى في جرش. أنا عندي صراحة اللي خلاني أعمل هالمبادرة، لما الواحد سافرت، كنت أسافر على أوروبا، سافرت على أكثر من منطقة، أتفاجأ من الناس إنه هالجمال الطبيعة. وآخر مرة كنت صراحة في سويسرا، وتعرف سويسرا مشهورة في جمال طبيعتها. خضار. فوالله استفزني كوني أنا ابن جرش ومنطقة الشمال، والشمال معروف بسحر جماله يعني. فقلت والله لا، بس أرجع لعمان إلا أعمل مبادرة أعرف هالناس شو موجود عنا في الأردن. هسا إيش تتميز، خلينا نقول الصاجية أو صاجية أهل جرش؟ صاجية كيف طريقتكو؟ أهل جرش يا سيدي، إحنا ما بنستخدمش الزيت. أيوة. المقلي من يعني نحط هلية، يعني زي ما يقولوا من دهن وقليله. هسا في عندي أغنيتين أنا، يلا أعطيني واحدة منهن والثانية خلينا نشوف وضعها. إذا الأولى ما عجبتها تعطينا الثانية. هسا هم بيقولوا لك أنتوا دائما بالسلط كونك. أيوة. فاعوري، والشباب الكاميرا مان الشباب كمان سلطية، وتقولوا إنه على طريق السلط ياما مشينا. أيوة. فأنا بقول لك وإحنا كمان على جرش، على طريق جرش ياما مشينا، ونتعبت الرجلين نمشي عايدينا. يعني احنا ابدا حال واحد يعني، عادي نعطيكم اغنيه ما في اي مشكله. الله بس السعاره ترجعونا اياها. والله ابشر. احنا راح نخلص جولتنا او شمت هوانا مع اخونا سعد. اقول مثل ما التقينا على الحب على الود نلتقي بامان الله. الجبل والواد وباسمك يا وطننا النادي، أردن أحلى بلاد. سلام الله عليك يا بلادي، عالجبل والواد.